طابت اوقاتكم شاهي الكرام، واهلا ومرحبا بكم، وشهر مبارك وكل عام وانتم بالف خير. لا يفوت الاخوان المسلمون اي مناسبه دينيه دون ان يدسوا فيها سموم افكارهم واجنداتهم السياسيه، وذلك عهد الناس بهم منذ ان كانوا مجرد جماعه دعويه لا يتجاوز نشاطها مدينه الاسماعيليه في مصر. وقد كان وما يزال شهر رمضان موسم حصاد وفير الخيرات على الجماعه، ومن خلاله تتعبى أوعيتهم المالية بالتبرعات والصدقات. كثيرها يذهب لحسابات التنظيم وقليلها يذهب للمحبين والأتباع، ولا شيء منها لله وللفقراء من عباده. وحتى القليل من الصدقات مشروط بالولاء للجماعة والسمع والطاعة للكهنة من قادتها، فضلا عن استثمارهم السياسي لشهر رمضان الكريم. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام نقف أمام حقيقة استثمار الإخوان لشهر رمضان سياسيا وماليا، لكن بعد هذا التقرير. من المساجد والجمعية الخيرية انطلق تنظيم الإخوان المسلمين باتجاه المجتمعات الفقيرة وقليلة الحظ في التعليم، وعلى جغرافيا العاطفة الدينية توسعت وانتشرت كمرض خبيث في جسد الأمة العربية. في مثل هذه الأيام من كل عام تنشط جماعة الإخوان سياسيا تحت الغطاء الخيري والدعوي، وباسم الفقراء والمساكين تجمع الغنائم والتبرعات المالية، ولديها تصنيف خاص للمستحقين، من ذلك أن يكون المستفيد محبا أو مؤيدا أو منتسبا أو عضوا في الجماعة. تنطلق الجماعة في ذلك التصنيف من تقسيمها للمجتمعات بين كافر ومسلم، فأما الكافر فهو الشخص الذي لا يدين بالولاء والطاعة للجماعة، وبالتالي لا يستحق الإغاثة وإن كان مزغبا، وأما المسلم فهو الشخص الذي يؤمن إيمانا مطلقا بأن التنظيم هو الوجه الآخر للإسلام، وهذا هو الأحق بالإغاثة وإن كان مدخما. سياسيا تنشط الجماعة في استقطاب أعضاء جدد من خلال حديث المنابر تارة والسلل الغذائية وموائد الرحمن تارة أخرى، وكما قال محمود عزة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة: ما رأيت الأمة أكثر استعدادا للجهاد والتضحية منها في رمضان. والاستعداد يعني أن يسلم الناس عقولهم وأموالهم للإخوان تقربا إلى الله، ذلك أن مفاتيح الجنة معهم وهم الأعرف بالطرق المؤدية إليها. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا. اسمحوا لي في البدايه ان ارحب بضيوفي لهذه الحلقه. معنا الاستاذ عطاء الشراري، محلل سياسي متواجد معي في الاستوديو. اهلا ومرحبا بك استاذ عطاء. حياك الله استاذ. كما سيكون معنا الاستاذ احمد سلطان، خبير في شؤون الحركات الاسلاميه من القاهره. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا بك استاذ جمال وبكل ضيوفك الاعزاء. اهلا بك. ايضا سيكون معنا العميد ثابت حسين، محلل سياسي وعسكري. اسمح لي أستاذ عطاء الشراري أن أبدأ من القاهرة بالأستاذ أحمد سلطان. أستاذ أحمد، نحن نتحدث اليوم عن شهر رمضان وكيف يستثمر هذا الشهر الفضيل ومن قبل جماعة الإسلام السياسي بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين. وأسأله في البداية، يعني ما هو مفهوم رمضان من منظور جماعة الإخوان المسلمين؟ يعني في البداية جماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي لا تدع فرصة أو مناسبة دينية إلا وتستغلها لترويج نفسها ولجذب أعضاء جدد وما إلى ذلك. بالنسبة لجماعة الإخوان على وجه الخصوص، شهر رمضان له رمزية خاصة، فهو شهر مثالي لعمليات التجنيد والاستقطاب، وأيضا لجمع التبرعات والانتشار والتغلغل في داخل المجتمعات المسلمة بصورة أكبر. لذا فجماعة الإخوان تعتبر أن رمضان هو الموسم الذي ينبغي أن تزيد نشاطها فيه وتكثف عملياتها التنظيمية على جميع الأصعدة، وتستغل جميع المناسبات الدينية وبما فيها شهر رمضان لكي تقوم يعني بترميم التنظيم الذي تعرض لضربات قوية ويعني حالات عديدة من الانشقاق على مدار السنوات الماضية. ومن هنا تنشأ أهمية شهر رمضان، فتجد الإخوان يتغلغلون في داخل المساجد وفي داخل الجمعيات الخيرية وفي داخل
أيضا يعني جميع الجهود الإغاثية وما إلى ذلك في هذا الشهر، أملا في أن يستقطبوا أعضاء جدد وأن يقوموا بجمع تمويلات جديدة وما إلى ذلك، وكل هذا يصب في مصلحة الجماعة. صحيح. وتستفيد الجماعة في هذا السياق يعني من حالة السيولة الدينية التي تكون موجودة في رمضان، لأنه في رمضان هناك اتجاه لدى المسلمين يعني لعمارة المساجد أو يعني لزيادة الحضور فيها أو ما إلى ذلك، أو المساهمة في الأعمال الخيرية، وكل هذه النشاطات تستغل بشكل كبير جدا من جماعة الإخوان. صحيح أستاذ أحمد. أيضا كيف استثمرت هذه الجماعة العطف الدينية وطوعت الآيات والأحاديث يعني خدمة أو تحت عناوين كثيرة، من ضمنها إطعام المساكين والفقراء، وأحيانا يعني تحت عناوين قضايا من قبيل القضية الفلسطينية ودعم المجاهرين في يعني شتى أصقاع العالم؟ نعم، يعني هناك خلط كبير لدى جماعة الإخوان ما بين مفهوم الجماعة ومفهوم الدين. الجماعة في منظورها الدين الإسلامي يساوي جماعة الإخوان، ولهذا دائما ما تتحدث عن ما تسميه هي شمولية الإسلام، وهذه الشمولية التي تتحدث عنها الجماعة تقصد بها أن الإسلام لم يتجسد في جماعة من الجماعات الإسلامية أو من الحركات الإسلامية سوى في جماعة الإسلام الذي تفهمه هي من منظورها بمفهومه الصحيح. وطبعا هذا كلام فيه كثير من الخلط والخطأ في آن واحد. فجماعة الإخوان في هذه الفترة تجد المشاعر الدينية لدى عامة الشعوب المسلمة يعني في حالة فوران. صحيح. وتسعى لاستغلال هذه المشاعر عن طريق يعني نشر عناصرها في المساجد، ويعني استغلال العمليات الدعوية من قسم نشر الدعوة في الإخوان للقيام بالترويج للجماعة. وأيضا في هذا السياق تقوم بالتركيز على بعض المسلمين أو بعض الشباب الموجودين في المساجد أو في الجمعيات الخيرية أو ما في إلى ذلك، وتقوم بممارسة عمليات تجنيد قصدية ومتتالية على مدار سلسلة طويلة من الفترات والعمليات لاكتزاب هؤلاء الشباب وضمهم داخل التنظيم بدون حتى أن يدري هؤلاء الشباب أنهم يعني ينخرطون في جماعة الإخوان شيئا فشيئا، وهو صحيح. من أساليب الجماعة المراوغة. وأيضا في هذا الشهر تنشط الجماعة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع في الترويج للقضية الفلسطينية باعتبارها الورقة الرابحة التي كلما ضغط على جماعة الإخوان لوحت بورقة القضية الفلسطينية، وأيضا بورقة عمليات الدعم والإغاثة الإنسانية وما إلى ذلك التي تحسن الجماعة تسويقها. صحيح. لبعض يعني لبعض من لا يعلمون بحقيقة هذه الجماعة. نعم، إذا نستطيع أن نقول أنه شهر رمضان هو موسم حصاد لهذه الجماعة، تشتغل أو تسير في اتجاهين، اتجاه سياسي واتجاه مالي. إذا ما تحدثنا عن الجانب المالي، وهو يعني دائما ما تدرع بالغطاء الخيري أو يعني الأعمال الخيرية تكون غطاء لجمع هذه الأموال، يعني قليل من هذه الأموال يذهب للفقراء والمساكين والكثير منها يذهب لحسابات التنظيم، يعني ما هي الواجهات أو العناوين لجمع هذه الأموال؟ يعني هو أولا هناك أكثر من مسار. المسار الأول ما يسمى بسهم الدعوة، أو هو الجزء المالي الذي يقتطع من رواتب أعضاء جماعة الإخوان لصالح التنظيم، والجزء الآخر المتعلق بجمع التبرعات ومن الجمعيات الخيرية ومن يعني من جميع الطرق التي تنشط في جمع الأموال تحت ستار خيري وتحت ستار إطعام الفقراء والمساكين وما إلى ذلك. كل هذه الطرق تتحرك فيها جماعة الإخوان. بخصوص الطريق الأول المتعلق بسهم الدعوة أو اللي هي المشاركة المالية لأعضاء جماعة الإخوان، الجماعة تستغل أن في فترة شهر رمضان يكون هناك حركة تنقلات لدى بعض الأفراد لديها المتواجدين في دول العربية أو دول خليجية وما إلى ذلك، الذين يعودون إلى بلدانهم لقضاء الشهر المعظم، فتنقل معهم الأموال وتتفادى يعني أن تضيع هذه الأموال عن طريق عمليات تحويل ربما تخطئ أو ما إلى ذلك. الجزء الآخر متعلق بالجمعيات الخيرية، والإخوان لديها انتشار واسع النطاق في الجمعيات الخيرية، وغالبا تلجأ للجمعيات الخيرية التي لا تكون واجهة للتنظيم، هي تمارس نوع من التضليل، ربما تنشئ جمعية خيرية باسم شخص أو مجموعة بعيدة تماما عن الإخوان، لكن في الواقع تكون مخترقة هذه الجمعيات وتقوم بتحويل هذه الأموال للتنظيم. ويعني كما نعلم وذكرنا في هذا البرنامج من قبل، فالمشرف على جمع التبرعات وخاصة من دول الخليج هو مصطفى طلبة. صحيح. الممثل الرسمي
للجنة القائمة بعمل مرشد الإخوان حاليا في جبهة إسطنبول. في هذا السياق يعني لابد الجماعة أن يكون لها ستار، فهي تمارس بعض الأعمال الخيرية البسيطة كأن تقوم بتنظيم موائد للإفطار في رمضان، أو تقوم بتنظيم إفطارات جماعية، أو تطعم بعض الفقراء أو ما إلى ذلك، وتركز على هذه العمليات بشكل دعائي بشكل كبير جدا، وتقوم يعني باستخدام بقية الأموال في لتضخها في أوردة التنظيم وتستفيد منها ويستفيد منها أعضاء جماعة الإخوان بشكل أساسي. صحيح أستاذ أحمد، اسمح لي أن أشارك معنا الأستاذ عطاء الشراري. أستاذ عطاء، يعني كما ذكر الأستاذ أحمد وكما تحدثنا أيضا في التقرير، هذه الجماعات تستثمر شهر رمضان سياسيا وتستثمره ماليا. صحيح. إذا ما بدأنا بالشق المالي، وأنت عضو في المؤتمر الوطني الفلسطيني، دائما هذه الجماعة ما تعزف على وتر القضية الفلسطينية وتضع الصناديق أمام المساجد وأمام الجمعيات لكي تجمع هذه الأموال للقضية، كيف ترى أنت هذا الأمر، أو إلى أي مدى استفادت هذه الجماعة من هكذا قضايا؟ يعني لا أخفيك أن الإخوان المسلمين لعبوا على وتر القضية الفلسطينية كثيرا، وحتى سنة 1988 كان لا علاقة لهم لا بجهاد ولا بمجاهدين ولا بقتال. في سنة 1988 قاموا بتشكيل أو بإقامة ما يسمى بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وهي عبارة عن فرع عسكري تابع للإخوان المسلمين عقديا، ولم يكن جزء من الإخوان. الإخوان المسلمون حاولوا قدر الإمكان أن يركبوا موجة الوطنيين الفلسطينيين، يعني إذا جئت لحركة حماس هي وطنية أكثر منها دينية. حاول الإخوان المسلمون أن يركبوا هذه الموجة ويحولوها من تيار وطني أهمه أولا وأخيرا فلسطين إلى تيار ديني هو جزء من الإخوان، هو جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. عمل الإخوان المسلمون بهذا الاتجاه وظهر حتى في أرض الواقع خلافا كبيرا أو خلافا ظاهرا وتمييزا بين قواعد حركة حماس وبين قيادتها. صحيح، سنتحدث عن هذا الخلاف، لكن فيما يخص الأموال، تدفق هذه الأموال، هل كانت تصل هذه الأموال؟ نحن مثلا في اليمن حينما كان يأتي شهر رمضان الكل كان يتبرع للقضية الفلسطينية. نعم. وبالتالي هل كانت تجد هذه الأموال طريقها للفلسطينيين؟ الإخوان المسلمون هم يقوموا باستغلال آية الزكاة. آية الزكاة أخذ جزء منها والعاملون عليها يتخذون من ذريعة كلمة العاملين عليها، هذه الجملة ذريعة لهم، فيقتصون 90% إلى 95% مما يجمعون باتجاه العاملين عليها. من هم العاملون عليها؟ هم الإخوان المسلمين، والبقية الباقية هي تقدم لمن يوافق آرائهم حتى في الأرض المحتلة في غزة أو غيرها. ليس لكل الناس، أنا أعرف أن هناك أناس جوعى في غزة لا ينالوا من حظ هذه التبرعات شيئا، إنما كل هذه التبرعات البقية الباقية القليلة كما قال التقرير هي تذهب لخاصتهم، لمن يناصرهم. صحيح. لمن يؤيدهم في مواقفهم، بالتالي تذهب هناك. هذا استغلال بشع لجمع الأموال للمجاهدين الفلسطينيين أو لأهلنا في فلسطين. وأنا أعتذر لأني في البداية، نحن في شهر رمضان ولا يسعني في البداية إلا أن أقدم التحية والمباركة لأمتينا العربية والإسلامية بمناسبة هذا الشهر الفضيل، الذي أرجو أن ينتبه الناس إلى خطورة استغلال الإخوان المسلمين له من خلال جمع التبرعات من الناس الموسرين وإنفاقها على مآربهم. صحيح. إنشاء جامعاتهم، إنشاء مستشفياتهم. وهل تظن أن الناس ما زالوا ينساقون أمام هذه الدعوات؟ يعني لا أخفيك، بعد قضية الربيع العربي وظهور هذا الفساد به، هو اسمه الخريف العربي. نعم بالفعل، بعد أن ظهر دورهم المشبوه في هذا الخريف العربي وماذا عملوا خرابا وتدميرا في كل البلاد، في مصر، في سوريا، في ليبيا، في اليمن. صحيح. الناس بدأت تنتبه لهم، وبالتالي تعرضوا لكثير من النكسات على مستوى الوطن العربي. لكن كما ذكر الأستاذ أحمد سلطان، لديهم يعني أساليب أخرى، يعني هم دائما يحدثوا من أساليبهم في جمع التبرعات. صحيح. اسمح لي أستاذ أحمد، أنا أعود، أستاذ عطاء، أنا أعود للأستاذ أحمد من القاهرة.
أستاذ أحمد، تحدثنا عن الاستثمار المالي والاقتصادي لشهر رمضان. دعنا ننتقل إلى الموضوع السياسي ونسأل، كيف يستثمر الإخوان المسلمون شهر رمضان سياسيا؟ إذا كنا بصدد الحديث عن الاستثمار السياسي، فيعني دعني أنقلك إلى ما يحدث حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ويعني بالتزامن مع عرض مسلسل الاختيار الذي يسلط الضوء على دور صحيح. الجماعة السياسي حينما تولت حكم مصر لمدة عام في الفترة من 2013 منتصف 2012 لمنتصف 2013. الآن جماعة الإخوان تستغل هذا الشهر وتستغل حالة الزخم الذي تزامنت مع مسلسل الاختيار لإعادة تسويق وطرح روايتها، ويعني واللعب على وتر المظلومية وإبراز أنها يعني تعرضت للضغط وظلمت ولم تحظى بالفرصة الكاملة. صحيح. الجماعة تستغل هذا العمل سياسيا عن طريق أكثر من مسار. المسار الأول متعلق بتقوية التنظيم نفسه، يعني عن طريق يعني اجتماع قياداته، يعني كان أخيرا هناك اجتماع لقياداته في اسطنبول تحت مسمى الإفطار السنوي لجماعة الإخوان. وأيضا هناك محاولات دائمة لجذب وتجنيد أعضاء جدد. والجزء الآخر متعلق بمحاولة يعني تشويه الأنظمة العربية والنظام المصري بشكل خاص، يعني عن طريق اللجان الإلكترونية للجماعة. وهذه اللجان يعني تدار بواسطة قياديين في الجماعة خارج مصر، منهم من هو في هولندا اللي هو رئيس هذه اللجان أحمد ريدي، ومنهم من هو في اسطنبول يعني كمحمود حسين وغيره. وهذه اللجان دورها يعني توفير مناخ لعودة الإخوان وإبراز الجماعة أنها جماعة مظلومة وما إلى ذلك، وهو ما تستفيد منه جماعة الإخوان بلا شك. نعم أستاذ أحمد، أنت ذكرت المسلسل الاختيار ثلاثة، وهذا المسلسل يعني يتناول يعني تاريخ هذه الجماعة في الفترة من ما بعد ثلاثة الربيع العربي. يعني لم أفهم يعني ما هو وجه اعتراضهم على المسلسل أو كيف استفادوا منه؟ اولا يعني لابد ان نشير الى طريقه عمل اللجان الالكترونيه لكي نفهم كيف تحاول الاخوان الاستفاده من هذا المسلسل. يعني دائما تتابع اللجان الالكترونيه لجماعه الاخوان يعني ما يسمى بالترندات او الاتجاهات الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم بنشر الاف التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، سواء موقع فيسبوك او موقع تويتر او غير ذلك، وترسل فيها رسائل الجماعه. هي الان تستغل مسلسل الاختيار لتسويق روايتها الخاصة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وإبرازه بأنه كان رئيسا قويا وفاعلا، وأنه تعرض يعني للإطاحة به ظلما وما إلى ذلك. وهي السردية التي تحاول الجماعة تسويقها وفشلت فيها على مدار الثماني سنوات الماضية. هي الآن تحاول أن تعيدها من جديد وتلعب على وتر الأوضاع الاقتصادية وتلعب على وتر الظرف السياسي والوضع الحالي، لتقول أنها إن كانت حظيت بفرصة فإنها كانت ستؤدي أداء بشكل أفضل. لكن يعني الجماعة أيضا مستنفرة في الوقت الحالي، تخشى أن يساهم مسلسل الاختيار في الكشف عن تفاصيل وكواليس جديدة من شأنها أن تفضح الجماعة وتعري الأنشطة التي قامت بها على مدار هذا العام، وتكشف صحيح. العديد من التفاصيل والأسرار كما شهدنا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وهذا من شأنه أن يضعف الجماعة ويدحض السردية التي تحاول تسويقها على مدار سنوات. صحيح أستاذ أحمد، بطبيعة الحال المسلسل في الجزئين الأول والثاني كشف كثير من الحقائق التي كانت مغيبة عن الناس. فيما يخص أيضا استغلالهم لرمضان سياسيا، البعض يطرح أن الأخوان المسلمين يعني يشترطون حتى فيما يخص موائد الرحمن والمساعدات البسيطة أن تكون هذه المساعدات لأعضائهم أو المؤيدين لهم. كيف هل تتفق مع من يطرح هذا أو أن هناك مبالغة نوعا ما؟ يعني ربما هناك مبالغة جزئية في هذا السياق. الإخوان لديها جزء تنظيمي متعلق بأعضاء جماعة الإخوان، تجمع عليه أعضائها بدرجاتهم التنظيمية المختلفة، سواء كانوا أعضاء أو محبين أو غير ذلك. لكن هناك جزء يتعلق بالعمل الخيري الذي يخصص لمصلحة التنظيم.
يعني ببساطة إذا أردت أن تشبه جماعة الإخوان فيمكن أن نشبهه بالأخطبوط أو المطاط، يعني الأخطبوط لأنه له أذرع متعددة ورأس واحدة، كل هذه الأذرع ربما لا يعني لا تكشف الرأس بشكل مباشر، لكن إذا تتبعت هذه الأذرع إلى أين تصل، تصل في النهاية إلى الجسم التنظيمي أو إلى رأس التنظيم الصلب لجماعة الإخوان. الجماعة لا تلجأ لإعلان عن نفسها خاصة في البيئات التي يعني المعادية لها مثلا كمصر أو غيرها، تقوم يعني بتنظيم موائد إفطار أو غير ذلك، يعني تحت ستار جمعيات خيرية وتحت ستار يعني من نسميهم بأهل الخير أو ما إلى ذلك. صحيح. ولكن في هذه الموائد يكون هناك أعضاء جماعة الإخوان، وفي اللقاءات في 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 المساجد سواء خلال صلوات التراويح أو ما إلى ذلك يكون هناك أعضاء جماعة الإخوان يراقبون المشهد، سواء يلقون كلمات تروج للجماعة لكن لا يذكرون أن هذه هي الجماعة، يعني يقولون يروجون معتقداتها وأفكارها وأيديولوجياتها لكن يعني دون أن يقولوا نحن الإخوان المسلمين. وأيضا في الموائد هم يعني يفعلون هذه الموائد وما إلى ذلك ينظمونها ولا يقول لك بشكل مباشر نحن الإخوان، تكتشف بعد سنوات أنهم كانوا الإخوان وأنهم جندوا العشرات من الشباب وما إلى صحيح. ذلك، واستفادوا من هذه الموائد في الحصول على تبرعات جديدة وما إلى ذلك دون أن تكتشف التنظيم، وهي طريقة الإخوان دائما في العمل. الإخوان تحب العمل في الإطار السري، لا ترغب في العمل في النور بشكل كامل، فضلا عن أن الظرف الحالي والضغط عليها أمنيا وما إلى ذلك يساهم في عمل التنظيم بصورة سرية بشكل مطلق، بحيث لا يكشف عن نفسه ولا يكشف عن أعضاء أو قياداته خوفا من الملاحقة وإلقاء القبض عليه. صحيح. أستاذ أحمد، إلى أي مدى يعني ما يزال أو ما تأثير الخطاب الديني يعني الذي يستغل دائما عاطفة المسلمين، هل ما زال مؤثر أو إلى أي مدى ما زال مؤثر على المجتمعات العربية؟ نعم، نحن لدينا معضلة حقيقية فيما يتعلق بالخطاب الديني، لدينا حالة ارتباك كبيرة جدا في العديد من الدول العربية فيما يتعلق بالخطاب الديني، وحالة الارتباك هذه تستغلها جماعة الإخوان للترويج لنفسها. حتى الآن لا زالت رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الدينية وما إلى ذلك، إلا أنه ما زال هناك جزء من الواقع وعلى أرض الواقع والهامش الذي تستغله جماعة الإخوان، لأنها لديها عدد من الكوادر التي تدربها خصيصا لهذا العمل، ينتشرون في المساجد وما إلى ذلك، وكثير من المساجد يعني لدينا في مصر بعض المساجد حتى الآن لا تستطيع وزارة الأوقاف يعني توفير أئمة وخطباء لها، والبديل دائما يكون الجماعات الإسلامية سواء الإخوان أو السلفيين أو ما إلى ذلك. صحيح. وطبعا هناك الخطاب الديني دائما يسكن الشعوب ويجذبها نحو من يتحدث باعتباره أنه يتحدث وكأنه مندوبا عن الله عز وجل، وهذا طبعا يعني نوع من الكهنوت الذي تحاول الجماعات الإسلامية دائما فرضه وتصوير نفسها أنها ممثلة للدين، يعني تعرف نفسها بأنها هي الدين بمفهومه الواسع وتضيق هذا المفهوم لينطبق عليها فقط. فببساطة شديدة لا زال هذا الخطاب العاطفي يجد صدى لدى بعض الأوساط، هذه مشكلة معقدة يتداخل فيها الديني مع الاجتماعي مع السياسي، ولابد من رؤية شاملة لحل هذه الأزمة، وإلا ستبقى صحيح. جماعة الإخوان تستغل العاطفة الجياشة لدى المسلمين خاصة في المناسبات الدينية، ولن يفيد مسألة القضاء على الجماعة ما بقيت لها يعني خلايا وشبكات تعمل بشكل سري حتى وإن لم تعمل باسم الإخوان في العلن. صحيح أستاذ أحمد سلطان، ربما هذا واحدة من المداخل التي تسللت من خلالها جماعة الإخوان المسلمين إلى قلوب المجتمعات العربية. في الختام أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد سلطان، خبير في شؤون الحركات الإسلامية، كنت معنا من القاهرة. قبل أن نطلع بفاصل أستاذ عطاء الشراري، فيما يخص يعني المعايير أو معايير تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المستحقين من الأموال، الأستاذ أحمد قال أنه نوعا ما هناك مبالغة أحيانا في أن هذه الجماعات تشترط يعني الحصول على مساعدة إن كان مالية أو عينية بموقف سياسي أو حتى تعاطف سياسي مع الجماعة. هم في العادة يقومون ببذر بذور ما يسمى ببذور الخير، هي بذور الشر، وهي تقديم المساعدات لبعض الناس قد لا يكونوا من الإخوان، لكن الهم الأكبر عندهم أعضاء الجماعة، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأحبائهم وأنصارهم، ثم يأتي باقي أعضاء المجتمع. لا مانع لديهم من أن يقدموا بعض السلال الغذائية،
موائد الرحمن لهؤلاء الناس، وخصوصا في البيئات الفقيرة. صحيح. وثم يحاولون في أي عملية سياسية قادمة أن يقوم باستثمار هذه اللقم القليلة التي أطعموها لهؤلاء الفقراء كي يصبوا في صناديق الاقتراع لهم. صحيح. وبالتالي هم قاموا باستغلال بعض الأزمات التي مرت في المنطقة العربية. أضرب مثالين: زلزال الجزائر وزلزال مصر. في زلزال الجزائر وزلزال مصر قامت جماعة الإخوان المسلمين بتقديم المساعدات الكبيرة للناس، حتى أنها نافست الدولة في تقديم مساعداتها للناس. صحيح. بالتالي ارتد هذا على الجمهور، بالتالي قاموا بغش الجمهور بأنه بإنسانيتهم الكاذبة. هم أولا يريدون أن يحققوا أهدافهم. صحيح. المسألة الثانية، حتى في شهر رمضان ليس فقط المساعدات، تقديم المساعدات يتغلغل للناس. هم عبارة عن بعض المحاضرات قاموا بالدخول إلى المساجد وحاولوا أن يحيدوا أئمة المساجد من خلال ما يسمى بالموعظة. يأتي رجل يلقي عليهم موعظة، هذا الرجل غير معروف. نعم. لا هو ابن الحي ولا ابن البيئة، يلقي عليهم موعظة يتقرب إلى الناس شيئا فشيئا إلى أن يصبح هو المفتي لهم. صحيح. وهو الذي يلتفون حوله ويقودهم بالتالي إلى أهداف التخريبية في تخريب المجتمع وغيره. هل مازال هذا قائم أستاذ عطاء؟ لا لا، حاليا الآن بعد ما يسمى بالربيع العربي وانكشاف عورتهم وما قاموا به من خراب ودمار في منطقتنا العربية. صحيح. الناس أصبحت تبتعد عنهم، وتحرير أيضا المساجد. نعم. ووزارة الأوقاف. نعم. منهم. نعم. يعني هذا. نعم. ربما ساعد. نعم. بشكل أكبر. لاحظ مسألة أخرى، عندما يعرضون عروضهم في شهر رمضان أو في الأضحى، في عيد الأضحى، قبل عيد الأضحى. نعم. يطرحون: ضحي أيها المسلم وضحيتك ب20 دينار، علما أن الأضحية في الأردن تكلفتها 300 دينار. كيف تكذب على هؤلاء الناس وتريد أنت أن تضحي عنهم بمبلغ 20 دينار وما شابه ذلك؟ الأضحية ب20، مستعد أن يعطيك الأضحية ب10، فقط يعطيك الوصل يقول لك هذه أضحية وثمنها 10 دنانير. هذا كذب وافتراء. طيب أستاذ عطاء، كيف تقيس وعي الشارع الأردني مقارنة بالشعوب الأخرى، مثلا في اليمن أو في مصر أو في تونس؟ هل ما تزال هذه الأمور تنطلي على الشارع الأردني أو الشارع الأردني؟ يعني لا أخفيك، في إحنا بيئة إسلامية، مش في الأردن، كل منطقتنا العربية. بس حاليا مثلا في اليمن، في مصر بدأت تنكشف بشكل أكبر. وفي الأردن كذلك. في الأردن عندما مارسوا الانتخابات في أكثر من موقع فشلوا بها، وخصوصا النقابات وغير النقابات. أقصد في الأعمال الخيرية، هل ما زالوا يجدون استجابة حينما يدعون للتبرعات وما إلى ذلك؟ لا أعتقد ذلك. خفت كثيرا، بالتالي أصبح حتى الناس الميسورين هم يبحثون عن ذوي الحاجات ويذهبون إليهم. صحيح. ولا يثقون بهذه الجمعيات التي أسسها الإخوان. إذن يعني الوضع من بعضه كما يقول المصريون. نعم. لا مكشوف. نعم. علما أنه هم بيستدروا أموال حتى من خارج المنطقة، من تركيا وقطر تحديدا، هاتين الدولتين هي التي تدر عليهم. صحيح. هذا واضح، لكن أقصد. نعم. فيما يخص هذه التبرعات والهبات، يعني خدمتهم بشكل كبير وعبت أوعيتهم المالية. صحيح. إلى حد. صحيح. كبير جدا. صحيح. اسمح لي أستاذ عطاء نطلع بفاصل. نعم. مشاهد الكرام، فاصل قصير ومن ثم نستأنف باقي فقرات هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم مشاهد الكرام مجددا. اسمحوا لي الآن أن أرحب بضيفي من القاهرة للسيارة العميد ثابت حسين، محلل سياسي وعسكري. أهلا ومرحبا بك سيارة العميد، وشهر مبارك. أهلا وسهلا. اهلا بك كما اجدد الترحيب ايضا بالاستاذ عطاء الشراري، محلل سياسي متواجد معي هنا في الاستوديو. اسمحوا لي ضيفي ان اتابع هذا الاستطلاع. اعتقد ان الاخوان المسلمين في كل البلدان لهم مواسم كثيره لجمع الاموال والتمويلات باعتبارهم تجار دين، ويستغلون رغبة المسلمين في فعل الخير وفي التبرع أحيانا بأموال الزكاة وبغيرها لتكوين ثروات. نعرف أن أكبر قيادات الإخوان المسلمين في العالم العربي والإسلامي كلهم أصبحوا من الإثرياء، رغم أنهم قادمون من فئات شعبية متوسطة. عديد من الأفراد النهضة الذين أصبحوا أثرياء من جمع الأموال سواء في تونس أو في الخارج، والمساعدات التي تقدمها بعض التنظيمات أو بعض
الهيئات الأخرى. طبعا الإخوان أو التنظيم الإخوان المسلمين في العالم له طرق عديدة لجمع التمويلات المالية، سواء كان من يعني ناس قريبة منهم أو متعاطفة معهم، ولكن جمع الأموال خاصة في التجربة التونسية على مدى 10 سنوات كانت باستعمال المساجد، وخاصة في أيام رمضان، وكذلك استعمال الجمعيات التابعة لها في جمع الأموال. وهذا ما تعيشه تونس، لأن بعد الثورة التونسية اكتشفنا أن وجود عديد الجمعيات ذات طابع ديني، وهي تجمع الأموال بطريقة استعطاف فيها الشعب التونسي للمحتاجين وللفقراء. الأخوان يقوم بجمع الأموال في شهر رمضان لمصالح الخاصة وليس للمواطنين والفقراء كما يدعي، وهذا الأموال في فقراء كما أنا يعني فقراء مستحقين يعني أمس الحاجة إلى هذه الأموال، وبالنسبة للغلاء يعانون من الغلاء، وهذا هم أحق بهذه الأموال وليس الإصلاح اللي يوزعها المصالح الخاصة. نعم، كانت هذه عينة لاستطلاع الشارع من تونس واليمن. اسمح لي أستاذ عطاء أن أذهب إلى القاهرة لسيارة العميد ثابت حسين. سيارة العميد، يعني التقط كلمة قالها أحد الضيوف في الاستطلاع من تونس، قال أن شهر رمضان هو موسم لجمع الأموال بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين بصفتهم تجار دين. كيف تعلق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورمضان كريم على الجميع. مشكلة الأخوان أنهم إذا عارضوا فجروا، وإذا حكموا فجروا. صحيح. يعني الجزء الذي سنناقشه في هذه الحلقة هو جزء مخصص لطريقة وأساليب وآليات عمل تنظيم الإخوان في كل مكان، سواء كان في اليمن أو في تونس أو في مصر أو في أي بلد من البلدان، حتى في الدول الأوروبية. لاحظت هذا حتى في الولايات المتحدة. نعم. يجمعون الأموال طائلة تحت مسميات التبرعات للأقصى، تبرعات لفلسطين، التبرعات لمسلمي البوسنة، تبرعات لليتامى، وغيرها من المسميات التي هي بريئة منهم. ولذلك أعتقد أن كل هذه الوسائل هدف منها جمع أكبر قدر ممكن من الأموال لصالح هذه التنظيمات للقيام في نهاية المطاف بأعمال معظمها إرهابية، ولإغناء قادة الجماعات وعائلاتهم. الآن مثلا على سبيل المثال، الآن قادة الإخوان اليمنيين موجودين في إسطنبول، يعيشون في أرقى المدن وأرقى الفلل، وأولادهم يدرسون هناك في أرقى الجامعات وأرقى المدارس، وهذا نموذج من نماذج هؤلاء هذا التنظيم الذي ليس له من اسمه شيئا. صحيح. سيارة العميد، أيضا المواطنة من تونس تقول أن الإخوان هناك، وتقصد في تونس وبالذات حزب النهضة، أثروا ثراء فاحشا من خلال التبرعات. يعني إذا ما قارناهم باليمن، كيف ترى الوضع في اليمن؟ وما أبرز الشعارات التي رفعت يعني في أوقات سابقة وما زالت ترفع لجمع هذه التبرعات؟ صحيح، يمكن القول أن فرع الإخوان في اليمن كان الأكثر نشاطا في هذا المجال، في مجال جمع الأموال، سواء كان عن طريق مسميات جمعيات خيرية كانت منتشرة في كل مكان، أو عن طريق السيطرة على المساجد والمدارس والجامعات. يعني تقريبا كان الحزب يحشد كل وسائله وأساليبه من أجل جمع الأموال، وحققوا في اليمن أعتقد ما لم يحققه في أي بلد آخر، مستغلين جهل المجتمع وعاطفته، ورافعين الشعارات البراقة التي تدغدغ عواطف اليمنيين. صحيح. سيارة العميد، أيضا فيما يخص التصنيف أو معايير الإخوان في تصنيف المستحقين لهذه المساعدات، كيف ترى؟ ما هي معاييرهم، معايير الإخوان لتصنيف المحتاجين إن كان في اليمن أو باقي الدول العربية؟ نعم، تلك أيضا مشكلة أخرى، أنهم
يجمعون من الناس، يأخذون من الناس الأموال عن طريق مختلف الوسائل والأساليب، ثم يدعون أو بين قوسين بين هلالين يتصدقون بها على الفقراء والمساكين. ولكن حتى هذا التصدق هو الحسنة التي يتبعها أذى أو من، صحيح مشروط يعني، يستغلون حاجة الناس ثم يوظفون هذه بشروط يعني لأغراض حزبية انتخابية ولائية إلى آخره. صحيح سيارة عميل، اسمح لي أن أشرك معنا الأستاذ عطاء. أستاذ عطاء، شاهدت الاستطلاع من تونس؟ نعم. تحدث بعض المواطنين، نعم، وقالوا أنه هذه الجمعيات طابع يعني ديني، دائما استثمار الأخوان، وأيضا تحدثوا أن حول هذه الجماعات تتاجر دائما بالدين. نعم. كيف تعلق على يعني حقيقة الإخوان المسلمين وغيرهم من هذه الجماعات الإسلاموية عندما تقوم بجمع التبرعات وبجمع الأموال، لا بل استقطاب أموال من الخارج، من قطر، من تركيا، من غيرها، من كل دول العالم، هذه الأموال توظف لحسابها الذاتي، صحيح، لهذه الأحزاب ولشخصياتها ولأفرادها، وبالتالي قد يصل الفتات إلى البعض من مريدي الإخوان وأحبابهم وأصدقائهم وعائلاتهم، أما للآخرين لا يصل إلا الفتات. بالتالي هم يلجؤون عادة إلى بناء ما يسمى بالاقتصاد الموازي لخدمة الناس في بعض الأزمات، في بعض الشغلات، لتحقيق مآرب سياسية ولخدمتهم انتخابيا، خدمة الإخوان المسلمين في بعض الانتخابات وفي بعض الأمور، لا بل أنهم قاموا بالاستثمار في الإرهاب، حيث قاموا باستغلال هذه الأموال التي جمعوها، صحيح، من أجل يعني أضرب مثل في تونس. تونس قاموا بتسفير الشباب إلى سوريا وإلى غير سوريا، وقاموا بتزويدهم بالأموال من أموال التبرعات هذه، صحيح، التي ادعوا أنها للصدقات. كذلك أفاجئك اليوم بخبر آخر، تفضل. يعني أوكرانيا بعيدة، أزمة أوكرانيا، أفاجئك أن هناك بعض المجموعات التي تمول من أجل الحرب في أوكرانيا من مسلمين ومن عربنا، ومن أموال هذه الجماعات ومنها الإخوان المسلمين، صحيح. بالتالي هم عندما يتحدثون عن تبرعات وعن غير تبرعات، هم يكذبون على الناس، على المسيرين وعلى غير المسيرين. صحيح أستاذ عطاء. وهل تعتقد أيضا أنه كما ذكرت ضيفتنا في الاستطلاع أنه يعني وصول لمرحلة الثراء من خلال هذه التبرعات؟ صحيح صحيح. هل ممكن يعني تكون هذه الأموال مجزية وكبيرة جدا؟ يعني أنا بحيلك ليوسف ندى. يوسف ندى هذا من أكبر مستثمريهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا، وقاموا بالحجر على أموال التي بلغت المليارات. بالمليارات هذه للتنظيم الدولي، التنظيم الدولي بوزع حصص إلى اليمن قليلا، إلى الأردن، إلى فلسطين، وهكذا. هم يحاولوا أن يقدموا بعض المساعدات يظهروها للناس. نحن قدمنا. أنت صحيح. ماذا قدمت؟ أنت قدمت كذبا على الناس، تسجيلا، جمعا للأموال بغير حق، وهكذا. أنت خدمت نفسك. صحيح أستاذ عطاء. اسمح لي أن أعود لسيارة العميد ثابت حسين. نسأل يعني هذه الأموال وهذه التبرعات إلى أي مدى تشكل أهمية للاقتصاد أو للخزائن المالية لجماعة الإخوان المسلمين؟ يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطابع العاطفي للشعوب وبذات الشعب اليمني، فإنهم يجمعون أموال طائلة جدا من هذه التبرعات يعني بين هلالين، ويوظفوها فيما بعد لأنشطتهم الحزبية والانتخابية وكسب الولاءات وغيرها. ولهذا هي مبالغ هائلة جدا يعني، ويستثمرونها أيضا في مثلا لو أخذنا كان ماذق يعني خيرة الشاطر في مصر، حميد الأحمر في اليمن، وغيرها من النماذج، ويكونون كما أشار الأستاذ عطاء اقتصاد الظل يعني اقتصاد آخر، بل إنهم يحاولون الآن التغلغل في المشاريع وفي الاستثمارات وفي شؤون التجارة وغيرها من العمل على عكس ما كانوا عليه سابقا. سابقا كانوا يركزون على التعليم وعلى المساجد، أما الآن فهم ينشطون في الإطار الاقتصادي. صحيح. سيارة العميد، يمنيا يعني ما هي الواجهات الخيرية التي كانوا يستخدمونها كأقنعة لجمع هذه الأموال؟
يعني مثل جمعيات الأقصى وجمعيات البر وتسميات كثيرة، جمعيات لا حصر لها. لو تتذكر حتى في عدن انتشرت بعد حرب 94 جمعيات كثيرة جدا في كل مكان تقريبا تحت مسميات ويافطات براقة وعاطفية، ولكنها كانت دائما لأغراض حزبية وسياسية. صحيح سيادة العميد، إذا عملنا مقارنة بين فترات سابقة، دعنا نتحدث عن يعني هذه الأساليب ما قبل 10 سنوات وهذه الأساليب حاليا، هل ما تزال بنفس الفعالية أو أنها ربما انكشفت نوعا ما ولم تجد التفاعل الكبير من قبل المواطنين؟ لا، حاليا طبعا الحرب الأخيرة حرب 2015 وموقف إخوان اليمن اللي هم حزب الإصلاح من هذه الحرب و جنوحهم إلى الاستفادة من هذه الحرب لمصالحهم الشخصية وتخادمهم مع الحوثيين، مما بينهم كوجهين لعملة واحدة. صحيح. جعل موقف حزب الإصلاح طبعا موقف خاسر، و يعني حاليا وضع الحزب وضع صعب، ومع ذلك الحزب عوض هذه الخسارة التي خسرها شعبيا، عوضها عن طريق سيطرته على سلطة الشرعية، بحيث أصبح الناس لا يستطيعون أن يفرقوا بين الرئيس الشرعي وبين الحزب الذي استولى على الشرعية ويحكم باسم الشرعية. صحيح سيادة العميد، كسؤال أخير، إلى أي مدى واكبت هذه الجماعات التطورات التقنية والتكنولوجية في جمع هذه التبرعات؟ نحن كنا نعرفهم من خلال صناديق التي توضع أمام المساجد وغير ذلك، وبالتالي اليوم هذه التكنولوجيا المتطورة في تحويل الأموال وفتح أرصدة وحسابات، إلى أي مدى استفادت هذه الجماعة منها؟ لا، هما فعلا هما رأوا يعني واكبوا التطور التكنولوجي والتقني لصالحهم، فهناك الصرافات وهناك البنوك والاتصالات وغيرها من الشركات والوسائل التي استخدموها في هذا المجال. صحيح سيادة العميد، في الختام أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد ثابت حسين المحلل السياسي وعسكري، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ عطاء الشرار، إن كان لديك من تعليق على تطور الأساليب وتحديث هذه يعني الأساليب في الإلكترونيات في نعم نحن اليوم حملات التبرع هي عن عبارة عن أرقام حسابات بنكية ويتم من خلال هذه الحسابات، استغلوا البنك نوت واللي بالعملة الجديدة هذه وما أدراك من أجل تصديرها إلى مناطقهم واستغلالها خدمة لأغراضهم. هم تكنولوجيا متطورين بتطور وإعلاميا أيضا. نعم، وإعلاميا متطورين، وبالتالي هذا يلقي علينا عبء. نحن أولا المساجد هذه منابر رسول الله. من أنتم كمواطنين ولا جهات سياسية؟ نحن العروبيين. القوميين. نحن العروبيين أتباع دين محمد. صحيح. هم أتباع حسن البنا. وقطب المودودي. وأتباع قطب المودودي وغيره. بالتالي هذه المساجد نحن أخطأنا أو أهملنا عندما تركنا هذه المنابر لهم ولم تكن لنا. كان الأصل أن تكون هذه المنابر لنا نحن كعروبيين، وبالتالي نخاطب الناس بلغتنا. صحيح. ويثقون الناس بنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا كشخص أحمد الله أن خلقني مسلما، أن جعلني مسلما ولم يجعلني إخوانا للمسلمين. وتحياتي لك. وهم يرون دائما أن من لا ينتمي للحزب هو خارج الملة، خارج الدين. لا، أنا كذلك. لأنه يقسم المجتمع كما تعلم إلى مسلم وكافر. أنا جملتي واضحة. الحمد لله الذي جعلني مسلما ولم يجعلني من إخواني المسلمين. نعم. وأنا قلت لك أنه أنت وفق تصنيفهم أنت خارج الإسلام. نعم نعم. أكيد. تفضل. في عدة قضايا يعني هم يمارسونها من خلال استغلال كل ما يتاح لهم من فرصة إلا استغلوها، من خلال التكنولوجيا، من خلال غير التكنولوجيا. هم أبان الحرب على العراق، الغزو العراقي، وقعت ورقة بيدي تعليمات للإخوان المسلمين، عليكم أن تتجهوا إلى التكنولوجيا وتتقنوها تماما، إن كانت لغرض جمع التبرعات لا، وإن كانت للاستغلال، استغلال التكنولوجيا. صحيح. هكذا وجهوا وقالوا لا نستطيع أن نواجه الأمريكان بالمنطقة، وبالتالي علينا أن نحظى بحصة كبيرة من التكنولوجيا.
صحيح، وتكنولوجيا على كافة المستويات. صحيح، وكانت حتى يعني توجيهاتهم صريحة واضحة فيما بعد خروجهم من مصر، وقالوا انه الجهاد على تويتر وفيسبوك يعني يتوازى تماما مع الجهاد على الأرض. صحيح. نعم، انت ذكرت انه المساجد نحن يعني ربما تركنا لهم المجال. نعم. واستفرروا بهذه المساجد. صحيح. كيف يمكن استعادة هذه المؤسسات الدينية، ان كان المسجد او الوزارة ايضا، وزارة الاوقاف وما الى ذلك؟ يعني هذه الوزارة، هذه هي قضايا رسمية، والدول هي أدرى بشؤونها، يعني هي تقوم كيف تتخطى مشكلة الإخوان بها، هذه قضايا الدول. لكن نحن كشعب، نحن كتيار، تيار قومي، الأصل أن نلتصق بجماهيرنا. يعني أنا هنا يستحضرني الحزب الشيوعي السوداني. الحزب الشيوعي السوداني، ابن الحزب الشيوعي السوداني يحمل سجادة الصلاة ويذهب إلى المسجد إماما. لماذا؟ لأنه التصق بشعبه، التصق بتراثه. صحيح. بالتالي ما عادت تحكمه وجود الله أو عدم وجود الله. نحن القوميين أبناء محمد ابن عبد الله، الأصل أن نركز هذا ونظهر الوجه المشرق للإسلام، لا هذا الوجه الذي يتبناه الإخوان المسلمين. صحيح. نعم. إذن نحن اليوم أمام يعني مواجهة مع هذه الجماعات. صحيح. كيف يمكن أن نوصل للناس والمواطنين الذين يعني كانت تمثلهم هذه الجماعات مصدر ثقة ويهبونها أموالهم وزكواتهم؟ نعم. يعني اليوم ماذا عليهم أن يفعلوا؟ يعني علينا أن نقوم بتقديم سلوك القدوة، سلوك المثال. يعني عندما يتولى أي منا مشروعا أو جمعية أو غيرها، يجب أن يظهر بوضوح حقيقته، هذه حقيقته، أن يظهر كنموذج يحتذى من الناس، وبالتالي الناس تعطيك. الناس إن كنت صادقا ومارست بصدق على أرض الواقع نشاطك الاجتماعي والسياسي، الناس تثق بك وتعطيك. لكن إن وجدت أن هذه الممارسة لا تتفق مع مبادئها وأهدافها، لا يمكن أن تثق بك ولا يمكن أن تعطيك. وبالتالي من يكذب عليها ويدجل عليها تحت يافطة آية أو حديث أو غيره، هذا هو المخلص، هذا هو الصادق. طيب، ما هي مسارات العمل اليوم؟ هل يعني مسارات عمل إعلامي أو ثقافي لتوعية الناس لكي لا يقعوا في فخاخ هذه الجماعات، يعني فيما يخص إن يأخذون أموالهم وهذه الأموال تذهب لحسابات بنكية، تذهب لتمويل أنشطة إرهابية وما يعني إلى ذلك؟ يعني خليك، أنا بدي أبرز هنا كم نقطة. تفضل. قام بها الإخوان المسلمين في مختلف منطقتنا العربية. يعني في عندي من خلال منظمة الإغاثة الإسلامية قاموا بتقديم باستثمارات على الناس، من خلال جمعية الإصلاح الإسلامية في اليمن، من خلال جمعية المركز الإسلامي في الأردن، قاموا بجمع تبرعات كبرى وكانت لهم. وأخيرا الأردن وضعت يدها الحكومة الأردنية على جمعية المركز الإسلامي. نعم. لتجد أن به مليارات، وقالوا أنا لا أرى، أما الدولة عندما قدمت قالت أن هناك فساد. هل هناك فساد أو لا يوجد فساد؟ الإخوان المسلمون أدرى. ثم انظر هنا إلى ملايين الدنانير. خذ مثلا. صحيح. في تونس قاموا بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر. السيدة الونيسي قالت كما لجأوا بالضغط بالطلب من الدول الأوروبية للضغط للتدخل بشؤون الداخلية التونسية. فالسيدة الونيسي مثلا طلبت من الوفد الأمريكي الضغط على الرئيس قيس بن سعيد. صحيح. من أجل التراجع عن خطواته اتجاههم. وكان كل الدعم هذا يأتيهم من تركيا وقطر. صحيح. ثم ضمنت قطر، ضخت لهم 100 مليون إلى مراكش. للإخوان المسلمين في مراكش، مدينة مراكش المغرب، وإسفي وصويرة. ومول بنك قطر الإسلامي الجمعية المغربية للاقتصاد الذي يتبع الباجيدي مبلغ 50,000 دولار. صحيح. شخصي. نعم. وقدمت مؤسسة راما للأعمال الخيرية، قدمت عدة منح لكيانات تتبع الحزب في المغرب تقريبا 15 مليون، 15 مليون لا أدري درهم أو دينار. صحيح. وأسس الإخوان، إخوان الإصلاح، حزب الإصلاح في اليمن، تلقى مساعدة بسيطة صغيرة 60 مليون دولار من أمريكي من قطر. صحيح. أستاذ عطاء، كسؤال أخير، بما أنك يعني أتيت على سيرة
تونس وما يحدث في تونس اليوم. ربما هناك ضغوط على قيس سعيد للتراجع عن كثير من قراراته. كيف ترى الوضع اليوم في تونس؟ أنا متفائل جدا بقيس سعيد. وقيس سعيد كما يقولون ثابت الخطوة يمشي ملكا. صحيح. قيس سعيد كشف ملفاتهم كاملة وهو مع الاستعداد لكشفها وسيكشفها في الأيام القادمة. جريء جدا بخطواته. حتى قدم صحيح. لكن كيف ترى الموقف الدولي؟ ربما هناك نوع من التشدد تجاهه. انا انظر اكثر ليس للضغط الدولي بقدر ما انظر الى الشارع التونسي، وهل الشارع التونسي مع صحيح قيس سعيد ولا لا؟ يقينا اغلب الشارع التونسي مع قيس سعيد، وان كانت تظهر من هنا وهناك. وطبيعة الحال هذا يعني واقع يعكس نفسه في كل دول عربية. الشعوب اليوم تصبح أكثر التفافا وأكثر قربا من القادة والزعماء الذين يحاولون أن يقلصوا من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين. يعني لا أخفيك، المعذرة على المقاطعة الأستاذ عطاء، الوقت انتهى. أشكرك في الختام جزيل الشكر أستاذ عطاء الشراري محلل سياسي، كما أشكر ضيوفي. كان معنا من القاهرة الأستاذ أحمد سلطان خبير في شؤون الحركات الإسلامية، وكان معنا أيضا من القاهرة ثابت العميد ثابت حسين محلل سياسي وعسكري. كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.